عسلامتكم جماعة كارتاجينا مرة أخرى كالعادة حلقة جديدة من خارج كارتاجينا 2020. حلقة اليوم باش تهزنا قريب لباب السويقة ناجبنا بالضياف ونصوروا كما فهمتوا من اسم الناج باش نحكيه على أحمد بن أبي الضياف. البناء اللي تروا فيه ورايا هو ما بقى من قصر أحمد بن أبي الضياف، واللي بتدر ثم شكون يعرفوه ثم شكون دادا برشا ما يعرفوش. الشخص هذا مشهور يمكن كتابه أشهر منه أكثر حتى منه هو إتحاف أهل زمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان. الكتاب هذا يعتبر مرجع مهم في تاريخ تونس وخاصة للحقبة الحسينية من الدولة، معنى لحكمة الدولة التونسية لحد 1857. أحمد بن الضياف دونك هو من عرش ولاد عون دونك اللي هم من سليانة واللي هم كانوا بعد في الحرب الحسينية الباشية كانوا مساندين للحسين بن علي وكانوا من الشق الحسيني. بوه كان دونك رئيس الكتبة ولا سكرتير دونك الخاص ليوسف يوسف صاحب طبع اللي كان وزير الأكبر في وقت حمودة باشا باي الحسيني. دونك سي أحمد دونك درس جاي لهنا لتونس مع بوه، درس في الجامع الأعظم من بين المشايخ اللي تلمذ عليهم نذكر سيدي إبراهيم الرياحي عم بير من الثالث وغيرهم دونك من المشايخ في الوقت هذاك. بعد ما تخرج تعين كعدل، من بعد ظهر النبوغ نتاعو دونك التميز نتاعو في العمل وكل شيء. دونك عام 1827 حسين باي الثاني في قرر انه يعين احمد بن الضياف ككاتب للسرايا او كاتب السر او بلغتنا اليوم سكرتيره الخاص. واحمد بن الضياف يواصل في المهمه هذه الاربع بيات اخرين من بعد، الوقت قريب قبل شويه من موته هو عام 874. واخر باي خدم معاه كان محمد الصادق باي. دونك البيات اللي خدم معاهم كلهم حسين باي الثاني، بعده خدم مع مصطفى باي، احمد باشا باي اللي هو الاول مشير احمد باي، شهير بالمشير احمد باي، محمد باي والصادق باي لحد 1874 كما قلت لكم، هو تقاعد وقت قصير قبل ما يتوفى في نفس السنه 1874 سبتمبر 1874 على عمره تقريبا يناهز تولد هو عام 802 دونك اختلف 802 803 دونك توفى 74 بريسك 71 سنه. توفى احمد بن الضياف. نرجع دونك لكتابه الشهير كما قلت لكم هو خلى برشا كتابات، ولكن اهم كتاب منهم هو اتحاف اهل الزمان في اخبار ملوك تونس وعهد الامان. هو كتاب يؤرخ الفتره من تاريخ تونس فتره كبيره، هو بداه انطلاقا من الفتح العربي وقدوم الفاتحين العرب لتونس واستقرار المانيا في القرن السابع ميلادي، ولكنه اكثر فتره حكى عليها في الكتاب هو عهد الدوله الحسينيه كما قلت لكم بحكم انه عاصر لجانب كبير دونك ملوك خمسة بيات من الوقت من الدولة الحسينية، كان عنده اطلاع بحكم منصبه أيضا في الدولة غيره على وثائق تخص من سبقه من الأمراء والبيات وغيره، فهذيك علاش كتابه يعتبر مرجع تاريخي مهم للحقبة هذيك من تاريخ تونس، واحد من أهم المراجع، وللحق ننصح الناس الكل إذا كان لكم فرصة أنكم تحاولوا تطلعوا عليه، الكتاب مهم ياسر ويحكي برشا حاجات مهمة دونك وممكن تلقاهمش يمكن في كتب اخرى ولا مراجع اخرى يختص بها هو بحكم كما قلت لكم بحكم الوظيفه اللي كان يطلع بها بحكم اطلاعه دونك على خفايا الامور وعلى الاسرار اللي وراها. دونك البناء اللي ورانا هو داره دونك الدار او القصر اليوم هذا شبقى منه ملغي انها معلم مصنف ضمن التراث الوطني التونسي. نتمناو ان نهار دونك نراوها تترمم على قيله وتكون في حاله احسن على قيله ننقذ ما بقى منه لانه براتيكمون اغلب البناء دونك تهاوى دونك ما عادش موجود، ولكن اموال جزء المهم منه على قيله كرد اعتبار حتى للشخص هذا اللي كان يشكل جزء مهم من تاريخ تونس واللي اليوم قعد جوست نهج باسمه وكهو، واللي يمكن حتى اغلب الناس اللي تسكن فيه ما تعرفش علاش النهج تسمى هكا او شكون الشخص هذا. مره اخرى نشكركم على الانتباه، نعطيكم موعد ان شاء الله في حلقه اخرى، نذكركم مره اخرى كالعاده مقترحاتكم افكاركم وكل شيء سابقين وصلوا، اذا كان عندكم اي مقترحات جديده او افكار وملاحظات مرحبا بكم ديما على الصفحه على الشين تاعنا يوتيوب والا على الجروب كارتاجينا دونك بالسلامه يعطيكم الصحه.